وكنا قبل الحلقه بتقولي لي انا جيت النهارده يعني باعجوبه. اه والله. لا قولي لي بقى الكواليس، قولي للساده المشاهدين. انا الحمد لله في المعسكر مغلق عشان بنستعد ان شاء الله لبطوله جورجيا، دي اخر بطوله مؤهله للاولمبياد. وكان عندي تجارب شهريه بعد بكره، فالمفروض ان انا اقعد ارتاح يعني عشان اعمل حاجه كويسه. فزوجي قال لي لا بصي انا ما تلعبيش التجارب بس تروحي الحلقه في نادي الاهلي، هو بصراحه من عشاق النادي الاهلي يعني. طبعا انا جيت عشان اعرف اروح البيت. بنشكره طبعا ونوجه له التحيه. بس انت قلت لي انه بيلعب رفع اثقال برضه. هو كان لاعب رفع اثقال قبل مني كمان، واحنا اتعرفنا على بعض من المجال. بس هو طبعا بعد الجواز فضل شغله على الرياضه وتفرغ لي انا بقى يعني. هو قال لي الحمد لله انت وصلتي للعالميه وفصلتي المكانه، ان ما ينفعش اقول لك اقعدي في البيت، فانا وراكي وهبقى سبورت لنجاحك طول ما انت عايزه تكملي يعني. يعني وراء كل امراه عظيمه رجل عظيم. رجل عظيم. يعني ده حقيقه برضه. ده حقيقه. يعني العكس صحيح. الحمد لله كسبنا كرجاله كمان. طيب قولي لي، يعني انت برضه اكيد انت يعني كأم طبعا، خلينا النهارده عيد الام واحنا بنقول كل سنه وانت طيبه. حضرتك طيب. وكل امهات مصر طيبين. انت ام لطفلتين، واكيد ده يعني باللي انت وصلتي له ما عطلكيش، يعني احنا لينا نتائج. قولي لي بقيتي ام من امتى واتجوزتي امتى، وكلميني عن رحله عطائك. انا اتجوزت بعد بطوله العالم في 2002، كانت في ماليزيا بعد اولمبياد سيدني على طول. ما شاء الله انت متجوزه من كمان من فتره. اتجوزت الحمد لله، انجبت بنت شهد الكبيره في 2003. والحمد لله انا صممت في شهد ان هي ما تترباش بعيد عني، وكان رئيس الاتحاد في الوقت ده دكتور نبيه سالم، وطلبت منه طلب شخصي ان هي تبقى معايا في المعسكر لو انتوا حابين ان انا اكمل يعني. فكان صعب جدا ان هي تبقى معايا في المعسكر عشان هي بيبي وده معسكر لعيبه وكده. فيعني هو طبعا وافق عشان يرضيني يعني طبعًا. فهي كانت اول بيبي تخش القريه الاولمبيه فعلا. خدت تروح التمرين ومعاكي بيبي وانا معسكره بيها يعني، قاعده معايا في المعسكر. الله. دخلت 6 شهور خرجت من معسكر عندها 6 سنين على المدرسه. معسكرات في معسكرات في سرية بس كانت معاكي. طب لما كنت بتسافري برا مصر؟ كنت بسيبها بقى مع اختي، مع بنت اختي كده، مع عمتها يعني. طب ده مع شاهد، مع ليلى عملت ايه؟ ليلى كان نفس الوضع. كان نفس الوضع برضه. نفس الوضع. طب انت كنت بتبقى معاكي ليلى لغايه سن معين، وشاهد كنت بتسيبيها كبرت بقى بتهيألي شاهد. كانت كبرت. الفرق بين شاهد وليلى قد ايه؟ 8 سنين. 8 سنين. فتره بتهيألي كافيه، كانت شاهد كبرت وبقت تمشي ومسؤوله عن نفسها شويه. شاهد طول عمري انا مشايلها المسؤوليه معايا. طبعا البنت الكبيره بتبقى طبعا. بس خليني اقول يعني اكيد انت قابلتك في حياتك في الرياضيه ومسيرتك اشاده عالميه، يعني اكيد كنت بتروح اي مكان بيبقى فيه اختاروكي طبعا احسن يعني لاعبه رفع اثقال برمجيه على مستوى العالم اكتر من مره، وكمان وسام الجمهوريه 3 مرات واخداهم. يعني كلميني عن تقدير اللي حواليك او المجتمعات لك. والله الحمد لله انا حصلت على اعلى التكريمات واعلى الاوسمه، ودي يعني بالنسبه لي دي حاجه تشبع رغبتي ان انا الحمد لله مسيرتي الرياضيه يعني كنت ماشيه فيها على خطى سليمه الحمد لله. طبعا انا كل ما باخد وسام او كل ما بتكرم تكريم ده بيرفع من معنوياتي اكتر واكتر يعني لحد الحمد لله لما خدت احسن لعيبه في العالم ما شاء الله، ودي خدتها اكتر من مره طبعا، مفيش اعلى من كده يعني.